لو أخذت، لاحظ أذكركم قلنا مثلث، عندي مثلث متساوي الأضلاع، واحد اثنين ثلاثة، لو سويت له two rotations أو دورتين سأحصل على الواحد هنا، اثنين ثلاثة. لو سوينا له rotation واحدة سنحصل على ثلاثة واحد اثنين. طيب لو جينا أخذنا مجموعة X فيها العناصر واحد اثنين ثلاثة وسوينا راسم أحادي التناظر، راسم أحادي التناظر، راسم أحادي التناظر يعني فوقي وأحادي، يعني كل عنصر له صورة وحيدة في المجال المقابل، وكل عنصر في المجال المقابل عبارة عن صورة لعنصر واحد فقط من عناصر المجال. هذا الراسم أحادي التناظر بهذا الشكل، الواحد صورة اثنين، الاثنين صورتها ثلاثة، الثلاثة صورتها واحد. لاحظ أني لو سميت هذا الراسم R، الحقيقة هو نفس سلوك الروتيشن R، لأن في الروتيشن R هنا هذه الواحد جاء محل من؟ لا، جاء محل الاثنين. هنا قلت الواحد صورته الاثنين، هنا الاثنين صارت محل الثلاثة، هنا قلت الاثنين صورتها ثلاثة، هنا الثلاثة صارت محل الواحد، هنا قلت الثلاثة صورتها واحد. إذن أنا ممكن أنظر إلى الموضوع على أنه تدوير روتيشن 120 درجة، وممكن أنظر على أنه راسم أحادي التناظر، راسم أحادي التناظر، في النهاية المعنى واحد، المعنى واحد. لو جيت قلت X إلى X، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وقلنا الواحد صورته الثلاثة، الاثنين صورتها الواحد، الثلاثة صورتها الاثنين، لاحظ هذه انها هي تعطيني نفس الار سكوير، تعطيني نفس الار سكوير. اذا انا ممكن انظر الى الموضوع على انه تحويلات او تحركات على شكل مضلع منتظم، سواء مثلث او مربع او اكثر من كذا، وممكن انظر الى الموضوع على انه راسم احادي التناظر، انظر الى الموضوع على انه راسم احادي التناظر، وسيعطيني نفس او في الحقيقه هو نفس المفهوم، الحقيقه هو نفس المفهوم. حنا طبعا موجود بالكتب، سواء يعني بعض الكتب تلقاه شغال بادئ الموضوع بهذا الشكل، والبعض الاخر بادئ بهذا الشكل. طبعا حنا سنبدا على اساس انها رواسم أحادية التناظر. فلو اعتبرنا المجموعة XN هي من واحد إلى N، التبديلة على المجموعة XN هي راسم أحادي التناظر من X إلى نفسه مثلا، أو نرمز قبل، نرمز لمجموعة التي تحوي كل التبديلات بالرمز SN مثلا. لو اعتبرنا المجموعة X3، واحد اثنين ثلاث، هناك في المثلث يوم أخذنا قبل شوي قلنا كم في حركة؟ في ست حركات. هنا أيضا لو جيت لن تجد إلا ست رواسم أحادية التناظر، لن تجد إلا ستة رواسم أحادية التناظر اللي بهذا الشكل. طبعا لاحظ قبل أنا لو جيت للإكس يقول لك التبديلة هي راسم أحادي التناظر من المجموعة X3 مثلا إلى نفسها، هنا واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. لو جينا مثلا قلنا صورة الواحد اثنين، صورة الاثنين ثلاثة، صورة الثلاثة واحد، سأعبر عنها سأجعل عناصر المجال في الصف الأول، واحد اثنين ثلاثة، عناصر المجال في الصف المجال المقابل آسف في الصف
الثاني بحيث كل عنصر صورته تحته، كل عنصر صورته تحته. فهنا الواحد صورتها اثنين، الاثنين صورتها واحد أو ثلاثة، الثلاثة صورتها واحد. هذه أسميها تبديل، هذه أسميها تبديل، هذه أسميها تبديل. ممكن رمزها بأي رمز، هناك رمزنا لها بالرمز R في البداية، هنا في المنهج حقنا سنسميها سنرمز لها بالرمز F. ها؟ مثال. إيه. ما طالنا العاصمة. أعطانا مجموعة بس. وين؟ أعطانا المجموعة بس حنا نعرف لو قلت لك أوجد كل الرواسم أحادية التناظر، كل الرواسم أحادية التناظر. طبعا أحادية التناظر يعني لا يمكن أنك عنصرين يشتركون في صورة واحدة، فبالتالي فيه تناظر ما بين عناصر المجال وعناصر المجال المقابل. لو قلت لك أوجد كل الرواسم أحادية التناظر وعبر عنها على شكل تبديلات، ستجد أنها الست هذه. فهذا راسم وهذا راسم وهذا راسم وهذا راسم وهذا راسم وهذا ستة رواسم فقط، ستة رواسم أحادية التناظر فقط. أجمعها مع بعض أسميها S3، أجمعها مع بعض أسميها S3. عندنا مسألة، هذا إجابة على سؤالك يا أحمد. يقول لك المجموعة SN تحوي عدد من العناصر يساوي مضروب الN، يساوي مضروب الN. طبعا قبل نكمل، لو جينا الإكس أربعة اللي هي إيش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، أي تبديلة ستكون أو من التبديلات واحد اثنين ثلاثة أربعة فوق بنفس الترتيب. أسفل صورة العناصر مثلا أربعة اثنين واحد ثلاثة، هذه تبديلة في إس أربعة، هذه تبديلة في إس أربعة، هذه تنتمي إلى إس أربعة. يقول لك هذا المسألة، يقول لك عدد العناصر في إس إن يساوي مضروب إن، يعني في إس ثري عدد العناصر يساوي مضروب الثلاثة اللي هي كم؟ ستة، اثنين في ثلاثة أو ثلاثة في اثنين. في إس فور عدد العناصر بيكون 24، أربعة في ثلاثة في اثنين. في إس فايف عدد العناصر بيكون خمسة في أربعة بعشرين، في ثلاثة بستين في اثنين 120. إذن في إس فايف هناك 120 عنصر، يعني 120 راسم أحادي التناظر، يعني 120 حركة ما بين تدوير وقلب. طبعا الخمسة بيكون خماسي مضلع. بيكون يقول لك لاحظ أنه عند بناء التبديلة، طبعا الصورة العامة للتبديل أنا ما أدري ليش ما مرت معنا، مكتوبة هي عندكم بس ما مرت معنا هنا. الصورة العامة للتبديلة مكتوبة عندكم صح؟ ها؟ الصورة العامة للتبديلة هي كالتالي، ممكن أسميها F G H L، يكون فوق العناصر من واحد اثنين ثلاثة إلى N، أسفل كل صورة كل عنصر، فتحت الواحد صورة الواحد، تحت الاثنين صورة الاثنين، تحت الثلاثة صورة الثلاثة. F بواسطة، طبعا F ما احنا قلنا راسم، إذا صورة الF صورة الواحد بواسطة الراسم F، آخر شيء تحت الN صورة الN. هذا الصورة العامة للتبديلة. فلو جينا نبني تبديلة، لو احنا طبعا أخذنا SN، فلو جينا نبني أول تبديلة، لو جينا نبني أول تبديلة، إذا جينا للواحد كم عندي خيار للصور حقته؟ لا لا، أنا أتكلم في SN، إن من العناصر، إن من العناصر. لو كانت مثلا، لو كنت خمسة فصورة الواحد ممكن تكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، عندي خمس خيارات، فعندي إن من الخيارات للواحد، عندي إن من الخيارات للواحد. طبعا يجب أن تكون الصور مختلفة، يجب أن تكون الصور تحت إيش؟ مختلفة. يقول لك لماذا؟ لأنها لو كانت متساوية ما أصبح راسم أحادي التناظر، ما أصبح راسم أحادي التناظر. فعندنا إن من الخيارات لـ F1، إن من الخيارات لـ F1. طيب اخترت، يعني جيت للتبديلة
للواحد اثنين ثلاثة، هذا التبديلة الأولى اللي أنا بختارها. واخترت صورة الواحد عندي إن من الخيارات، عندي إن من، يعني بيصير عندي إن من التبديلات، إن من التبديلة الأولى صورة الواحد واحد، التبديلة الثانية صورة الواحد اثنين، التبديلة الثالثة صورة الواحد، وهكذا بيصير عندي إن من التبديلات بهذا الشكل اللي أنا بختار كل مرة فيها صورة من؟ الواحد. طيب هذه عددها، عددها إن. طيب لو جينا نختار الاثنين، يعني جينا التبديلة الأولى مثلا سمينا واخذنا العنصر صورة الواحد هي الواحد، فأبغى أجي أختار صورة الاثنين، فالواحد صورته واحد، الاثنين كم عندي خيار لأختار صورتها؟ إن ناقص واحد. إذن عندي إن ناقص واحد من التبديلات، كل واحدة فيها صورة الواحد واحد، بس الاثنين كل مرة إيش تختلف. إذن عندي إن ناقص واحد من التبديلات. ليش ناقص؟ لأن الواحد خلاص حجزنا، ما عاد أقدر أخذ مرة ثانية. الاثنين ما صورة واحد. اسمع مني، لو قلنا مثلا عند على اس أربعة، جيت للواحد وقلت صورته تساوي ثلاثة، الاثنين كم بيكون لي كم بيكون خيار لها؟ ثلاث خيارات. ليش؟ لأنها أربعة شلت منها واحد، فإن شلت منها واحد، صح؟ إذن علشان أختار، عشان أختار للواحد والاثنين كم عندي خيار؟ لا، إن في إن ناقص واحد، لأننا قلنا إن من المرات عشان أختار صورة الواحد، كل واحدة منها فيه إن ناقص من إن ناقص إن من الخيارات اللي اختار الرقم، اختار صورة الرقم اثنين. إذن مجمل الخيارات هي إن في إن ناقص واحد، إن في إن ناقص واحد. لو كنا مثلا على إس خمسة، فعشان اختار الواحد هناك خمس خيارات، عشان اختار صورة الواحد هناك أربع خيارات في كل واحدة. إذن أنا عشان اختار الواحد صورة الواحد والاثنين عندي 20 خيار، عندي 20 خيار اللي هي 4 في 5 أو 5 في 4. طيب لو بختار للثلاثة 4 في 5 في 3، لو بختار للاثنين 4 في 5 في 3 في 2 من الخيارات. إذن في كل مرة طبعا لدينا إن من الخيارات الإف 1، إن ناقص واحد من الخيارات الإف 2، إن ناقص 2 الإف 3، وهكذا. إذن في النهاية عندي عدد إن في إن ناقص واحد في إن ناقص 2 في إن ناقص 3 من الخيارات لبناء التبديلة إف. وطبعا عدد الخيارات ما هو إلا عدد عناصر إس إن، عدد الخيارات ما هو إلا عدد عناصر الإس إن. إذن الإس إن عدد عناصرها يساوي مضروب الإن. طيب الاس ان تحوي رواسم، تحوي رواسم، يمكن ان نعرف عمليه تحصيل الرواسم، عمليه تحصيل الرواسم. اذكركم بعمليه تحصيل الرواسم، لو كان عندي مثلا اكس 3، عندي 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، وكان عندي الرسم اف من إكس 3 إلى إكس 3، والراسم جي من إكس 3 إلى إكس 3، الواحد صورة الاثنين، الاثنين صورتها الواحد، الثلاثة صورتها الثلاثة، هنا الثلاثة صورتها الواحد، الاثنين صورتها الثلاثة، الواحد صورته الاثنين. لو قلت لك جي تحصيل إف، طبعا راسم من هنا إلى هنا، وش بيصير؟ هنا إكس 3، هنا إكس 3، 1 2 3، 1 2 3، صورة الواحد بالإف تساوي 2، هنا بالجي تساوي، إذن بالمحصلة صورة الواحد تساوي 3، الاثنين تساوي صورتها 1، الواحد صورته تساوي 2، إذن المحصلة الاثنين صورتها 1، الثلاثة صورتها 3، الثلاثة صورتها الواحد، الاثنين صورتها الواحد، والواحد صورته الاثنين، إذن هنا الاثنين صورتها الاثنين.
هنا ثلاثة صورتها ثلاثة، ثلاثة صورة الواحد، إذن ثلاثة صورتها الواحد. هذا عملية تحصيل الرواسب ببساطة، هذه عملية تحصيل الرواسب ببساطة. يقول لك استحوي رواسب، فيمكن أن نعرف عليها عملية تحصيل الرواسب. مثلا لو أخذنا الرواسب F بهذا الشكل في S4 وG بهذا الشكل، نبغى نحسب المحصلة G أو F تحصيل G، F تحصيل G. طبعا هنا قبل ما نبدأ F تحصيل G لأي عنصر X مثلا سأؤثر أولا بمن؟ بالG. فF برا أوجد صورة العنصر X بواسطة الG، ثم أؤثر على صورة الإكس بالجي بالإف وطلع الناتج، وطلع الناتج. بعض الكتب وبعض الدكاترة يعكس الموضوع، لأن بعد شوي حنا ما بنكتب إف تحصيل جي، بنكتب إف في جي. طبعا حنا سنتبع القاعدة اللي مثلا الشباب اللي درسوا معي في نظرية المجموعات، وحتى أظن مع علي موسى برضه توقع، أنا ما أدري لكن أتوقع أن في نظرية المجموعات أولا نؤثر بالراسب من؟ جي. بس هنا إذا جاء في عملية الضرب يبدأ يأثره بالراسب F، وهذا موجود في بعض الكتب، حتى في التحصيل موجود في الكتب بهذا الشكل. فحنا عموما سنبدأ بالتأثير بالراسب من؟ جي. فلو جيت أبجيب صورة الواحد أنا بالمحصلة، فهنا صورة الواحد بكم؟ باثنين، وهنا صورة الاثنين باربعة. إذن أنا F تحصيل G للواحد سأؤثر أولا بالجي وبعدين أؤثر بالF. إذا أثرت بالجي صورتها اثنين، أخذ الاثنين هنا ألقى صورتها من؟ الأربعة. إذن صورة الواحد في المحصلة تساوي أربعة. طيب صورة الاثنين سأؤثر أولا عليها بالجي، فصورة الجي صورة الاثنين في الجي بكم؟ بأربعة. هنا صورة الأربعة باثنين. نفس القصة مع الثلاثة، صورة الثلاثة تساوي ثلاثة، صورة الثلاثة في الإف تساوي واحد. مع الأربعة نفس القصة، صورة الأربعة هنا بواحد، صورة الواحد هنا بثلاثة. إذن المحصلة F تحصيل G هي الواحد صورتها أربعة، الاثنين صورتها اثنين، الثلاثة صورتها واحد، الأربعة صورتها ثلاثة. طبعا هذا أنا هنا أقول لك أصل المسألة من وين جت، لكن لو فرضا لو قلت لك احسب لي G تحصيل F، ما راح تسوي كل الخطوات هذه، بالنظر ممكن تجيبها. فهنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، سأؤثر أولا بمن؟ بالراسم F، فأجي للواحد صورته في الإف بثلاثة. طيب وبعدين صورة الثلاثة في الجي بثلاثة، إذا نكتب هنا ثلاثة. صورة الإف هنا، صورة الاثنين أربعة، صورة الأربعة هنا واحد، إذا هنا واحد، المحصلة واحد. صورة الثلاثة واحد، صورة الواحد هنا، إذن المحصلة اثنين. صورة الأربعة هنا اثنين، صورة الاثنين أربعة، إذن المحصلة هنا أربعة. إذن جي تحصيل F تساوي ثلاثة واحد اثنين أربعة. لاحظ أنها ليست لا تساوي F تحصيل جي، لا تساوي F تحصيل، وهذا ما نعرفه عن عملية تحصيل الرواسم، أنها ليست إبدالية. عملية تحصيل الرواسم ليست عملية إبدالية. وش الغلط وين؟ وين؟ اللي كاتبها بيدي ولا المكتوبة ولا المطبوعة؟ حسبنا جي تحصيل اف. هنا اف تحصيل جي. طيب أعتقد أن الموضوع واضح ولا لا؟ طيب سنستخدم الرمز F في G مباشرة بدل F تحصيل G، وأيضا سنقول F ضرب G بدل F تحصيل G.